المواجهة مع الإرهاب في تعز، معركة يقول الجيش الوطني إنها تستهدف تطهير المناطق المحررة في مدينة تعز من العناصر الإرهابية المتورطة في قتل العشرات من الجنود ورجال المقاومة والمدنيين خلال الفترة الماضية من عمر المواجهة مع الإنقلابيين في هذه المحافظة. قائد كتائب العاصفة في الجيش الوطني وهيب الهوري كشف عن معلومات صادمة في سياق بيان صادر عنه لتفسير أحدث جولة من المواجهات مع المسلحين والخارجين عن القانون، بتأكيده أن 200 جندي ومقاوم سقطوا برصاص العناصر الإرهابية التي تعمل تحت مظلة كتائب أبي العباس بتعز. معلومات أعادت إلى الأذهان السلسلة المتصلة من الاستهدافات التي طالت أفراد الجيش والمقاومة في مدينة تعز بين قنص واختطافات وتعذيب حتى الموت وتأسيس لمربعات أمنية خطيرة وحركة محفوفة بالمخاطر لما بات يعرف بالملثمين الذين يقفون وراء كل هذه الجرائم التي تصنف بأنها إرهابية. تحرك الجيش أخيرا بعد فشل سلسلة من الحملات الأمنية التي استهدفت استعادة السيطرة على حي الجمهوري والشحملية والأمن السياسي وقلعة القاهرة، حيث يتركز هؤلاء المسلحون تحت مظلة كتائب أبي العباس المصنفة هي وقائدها ضمن لائحة الإرهاب الدولية. حقق الجيش الوطني في عملية التطهير التي ينفذها بتعز تقدم مهما خلال الساعات الأخيرة، فقد استعاد الجحملية والمجلية وصد هجمات للعناصر المسلحة على الحي الجمهوري. خلف عملية الجيش الوطني الهادفة إلى تطهير مدينة تعز تقف الحملة الأمنية وقيادة المحور وقيادة الدولة وأبناء مدينة تعز الذين ضاقوا ذرعا بهؤلاء الإرهابيين. وفي الطرف المقابل يقف فريق يقاتل بكل الوسائل لإثبات أن المعركة تدور بين فصائل ومسلحين أو مراكز قوى، في استعادة مكشوفة للخطاب الذي ترافق مع تقدم ميليشيا الحوثي باتجاه صنعاء عام 2014 وفي خلط واضح للأوراق وفقا لما يرى المراقبون. قيادة محور تعز أشادت في بيان لها بالأدوار البطولية التي يقوم بها الجيش الوطني لمداهمة وتتبع أوكار المجموعات الخارجة على النظام والقانون التي تعكر صفو الأمن والاستقرار وتعيق عمليات بناء الدولة وتقف عائقا أمام تطبيع الحياة العامة وتفعيل المؤسسات وعودة النازحين إلى بيوتهم في الأماكن المحررة. التطهير بعد التحرير شعار رفعه الجيش في محافظة تعز لكسر أحدث حلقة من سلسلة المؤامرات التي تتعرض لها المحافظة ومقاومتها وجيشها، وقديما قالوا لا يفل الحديد إلا الحديد.